بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم سورة التكاثر. سورة التكاثر يا أبنائي هي الدرس الرابع عشر من دروس القرآن الكريم الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول، وهذه بعض المعلومات عن سورة التكاثر. بعض المعلومات عن سورة التكاثر: هي السورة رقم 102 في المصحف الشريف، عدد آياتها 8 آيات، تقع في الجزء 30 جزء عام. قلنا سابقا يا أبنائي أن عدد أجزاء القرآن الكريم 30 جزءا، وعدد سور القرآن الكريم 114 سورة. ترتيب سورة التكاثر هي السورة رقم 102 وعدد آياتها 8 آيات. مع نهاية هذا الدرس يتوقع من الطالب أن يتلو سورة التكاثر تلاوة جهرية نموذجية، يتعرف على موضع سورة التكاثر في المصحف الشريف، يحفظ سورة التكاثر حفظا متقنا. هذه هي السورة يا أبنائي، انظروا إليها جيدا وتابعوا ورددوا عدة مرات كي تستطيعوا أن تحفظوها في البيت. استمعوا يا أبنائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بعد أن استمعنا يا أبنائي إلى الصورة عدة مرات، الواجب حفظ صورة التكاثر كاملة. يجب عليكم أن ترددوها وتحفظوها حفظا متقنا. وفي النهاية أشكركم على حسن استماعكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.